الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبك ربي فمن لي سواك، فيا ربي حقق دعاء من دعاك، دعوتك والقلب في فرحة يناجيك يا خالقي في علاك، رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلب رآك. حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثواكم. يسرنا في هذا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان محبة الله عز وجل، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سعدت كثيرا في دخولي لهذه المدرسة. أول ما واجهت المدرسين وجدتهم يعلقون أحبك ربي، ثم لما دخلت وجدت المدير أيضا يعلقها أحبك ربي، وفرحت كثيرا في أن الإنسان يحرص على مثل هذه القيم التي شعر بفقدها كثير من الناس اليوم، وضروري جدا الإنسان يذكر بين فترة وأخرى بمثل هذه القيم. والابتداء بمثل هذه القيمة العظيمة، أحبك ربي، ولم يقل أحبك الله، مع أن الله هو ربي سبحانه وتعالى، لكن اختيار ربي هو استشعار بأن الله هو ربي، أي خالقي ورازقي ومحيي ومميتي، وكل أحوالي بيده. وإذاك الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى يناديه باسم الربوبية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع إليه إلى السماء: يا رب يا رب. فعندما تستشعر أن الله جل وعلا هو ربك، أي خالقك رازقك، هو الذي أحياك، هو الذي يميتك، بيده النفع بيده الضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهذا شعور عظيم جدا جدا جدا. فأنا سعيد جدا باختيار هذه القيمة العظيمة التي تنادي بها هذه المدرسة شبابا وشيبا. المدرسين شيبان، أنتم الشباب صحيح؟ أي نعم. فكلكم إن شاء الله تنادون بهذه الكلمة وتعلنونها صريحة: أحبك ربي. وأنا صراحة يعني من كثر فرحي بهذا الشعار الذي رأيته، أحب أن أقول لكم أيضا: أنا أيضا معكم وأقول أحبك ربي وأحب عبادك، أحبكم أنتم أيضا. صلى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه وتعالى، عندما يقول: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. لماذا نحب الله سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم: يحب الله جل وعلا لثلاثة أسباب. يحب الله جل وعلا، والأسباب كثيرة لكن أسباب الرئيسة: أولا، نحبه جل وعلا لأنه أهل للحب. أحيانا تحب صحابي ما له فضل عليك مباشر، ما رأيته ولا تعرفه، ولا تعرفه بالكتب التاريخ،
لكن ما له فضل مباشر عليك، ما عطاك شيء، ما وقف معاك بشغلة ولا شيء، أو تحب شاعرا معينا، أو تحب أديبا، أو تحب شخصية معينة، مع أن ما في أي صلة بينك وبينه، وقد يكون مات من زمان لم تدركه، وإنما سمعت بعض قصصه، فتحبه لما له من الصفات. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل صفة كمال تليق بالله فهي له سبحانه وتعالى. صور صفات الكمال، لما تقول فلان كريم، قوي، عزيز، متين، رحيم، عفو، كلها لله سبحانه وعلى وجه الكمال سبحانه وتعالى. لما تقول فلان ما شاء الله عليم، يعرف كل شيء، ما في أحد يعرف كل شيء، لكن تقصد أن معرفته كبيرة جدا، علمه ما شاء الله أشياء كثيرة، الله أعلم سبحانه وتعالى. فلان قوي ما حد يغلبه، لا الله أقوى سبحانه. كل صفة كمال للمخلوق الله أولى بها جل وعلا، له الكمال المطلق في جميع صفاته سبحانه وتعالى. عدل، العدل المطلق، عليم، العلم المطلق، قوي، القوة المطلقة، قدوس، القداسة المطلقة، وهكذا صفات الله تبارك وتعالى. فنحبه جل وعلا لما له من صفات الكمال سبحانه وتعالى، ثم نحبه سبحانه وتعالى لما من علينا من النعم. يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أي إنسان يحسن إليك، أي إنسان يحسن إليك تحبه. فلان يعطيك مثلا هدية، فلان يقف معك في حاجة، فلان يدعو لك، أي إحسان يقدمه لك تشعر بحبك له، فما بالك إحسان الله إليك سبحانه وتعالى. من رزقك السمع؟ الله سبحانه وتعالى. تحبه؟ تحبه لأجل من أعطاك البصر؟ الله جل وعلا. من أعطاك العقل؟ من أعطاك الإدراك؟ من أعطاك اليدين؟ من أعطاك الرجلين؟ نعم الله عليك عظيمة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. فنحبه جل وعلا لأنه من علينا بهذه النعم سبحانه وتعالى، ثم نحبه جل وعلا لأنه أمرنا بذلك، أمرنا أن نحبه سبحانه وتعالى. بل حب الله هي العبادة الحقيقية، هي حب الله اللي يسمى التأله. التأله وهو محبة الله تبارك وتعالى مع خوفه ورجائه، هذا كمال الحب. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدي هما قطباني. فإذا نحب الله جل وعلا لهذه الأمور ولغيرها سبحانه وتعالى. وجميل جدا أن تحب الله سبحانه وتعالى، والأجمل من ذلك أن يحبك الله سبحانه. يعني جميل أنك تحب الله، لكن أجمل من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا أحببته هذا سبيل لأن يحبك سبحانه جل وعلا. ولكن أيضا الله تبارك وتعالى يطلب منك أشياء تفعلها حتى يحبك جل وعلا، في أشياء تتقدم بها بين يدي الله تبارك وتعالى فيحبك الله جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى أن يلتزم الإنسان الفرائض ثم يزيد عليها بالنوافل، فإذا فعلت ذلك أحبك الله سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى لبيان الطريق الذي به ننال محبة الله تبارك وتعالى، وهي تسمى آية الامتحان،
لما زعم أناس أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، فأنزل الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله تنال بمتابعة نبيه، بطاعته سبحانه وتعالى. ومن ضمن ما أمر به سبحانه وتعالى أن نطيع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذن محبة الله سبحانه وتعالى شيء جميل جدا، وكما قلنا والأجمل منه أن يحبك الله سبحانه وتعالى. طيب، هل من الصعب أن يحبك الله؟ ما رأيك؟ صعب أن يحبك الله؟ لماذا؟ لا، لماذا ليس صعبا أن يحبك الله؟ تستطيع أن تنال محبة الله؟ بماذا؟ نعم، تستطيع أن تنال محبة الله. بعد قول طاعته سبحانه وتعالى بالعبادة، ها، الرضا، أداء النوافل اللي وراك، إيه، ابتعاد عن المعاصي، حفظ القرآن، ها، الصلاة، صوم رمضان، بر الوالدين، الزكاة. إذن هناك أعمال أعملها أتقرب إلى الله بها سبحانه وتعالى فيحبني سبحانه وتعالى. فإذن يمكننا أن نصل إلى محبة الله، ليس أمرا عسيرا، بل إنه أمر وارد، أمر وارد وأمر سهل يسير على من يسره الله له سبحانه وتعالى. أهم شيء أن نكون صادقين في محبتنا لله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعطي بالمثل وأكثر سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إيش؟ أضعافا كثيرة. الله يضاعف سبحانه وتعالى، يعني إذا تصدقت أنت بصدقة يسيرة الله تبارك يتقبلها بيمينه فيربيها لك كما تربي الفلو اللي هو الفرس الصغير، طيب، حتى تأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني تصور الحسنة يعطيك الله مقابلها 700 حسنة سبحانه وتعالى، يعني تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبته فيحبك أكثر من محبتك له 700 مرة سبحانه وتعالى. يضاعف الله جل وعلا. إذا جاء في الحديث إذا تقرب إلي عبدي إيش؟ بشبر تقربت إليه ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا، إلى هذه الدرجة. فأنت كلما تقدم يقدم الله لك أكثر سبحانه وتعالى لكرمه جل وعلا، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. بمجرد أن تتقدم إلى الله بأي شيء في المقابل الله يقدم لك كل شيء. أنت تتقدم بشيء يسير، يعني ماذا قدمت أنت حتى تصلي لله ركعتين مثلا نافلة، أو تتصدق ب100 فلس بربع دينار؟ ماذا قدمت؟ ولا شيء. ماذا تقدم عندما تسبح، تهلل، تكبر، عندما تبر والدينك، خاصة أنه لهما فضل عليك، ربياك وتعبا عليك وأنفقا عليك وأعمالهما كثيرة، إذا تقدمت لهما شيئا من البر هذا رد إحسان لهم. لكن الله تبارك وتعالى في كل هذه يضاعف لك الأجور سبحانه وتعالى، وذلك لكمال عطائه سبحانه وتعالى وكمال جوده جل في علاه. إذن نحب الله سبحانه وتعالى فيحبنا الله. طيب، أحبك الله فكان ماذا؟ ماذا إذا أحبك الله؟ طيب، واحد يقول طيب وإذا حبني يعني شيء بيصير؟ لا، يصير أشياء كثيرة جدا. يقول الله جل في الحديث الصحيح، يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تصور توصل أنت لهذه المرحلة حتى الناس تجيك تقول شو اسمك؟ عايض؟ عايض الحين الناس تجي عايض، تكفى يا عايض، ادعو الله لي، أنت مستجاب الدعوة، لأن صار ولي من أولياء الله
مو تصدق الحين تروح البيت تقول انا ولي خلاص ها تجتهد شوي طيب فيكون وليا من اولياء الله الناس تلجا اليه ادعوا الله لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ياتيكم رجل من قرن كان ابر الناس بامه اللي هو ويس القرني اذا لقيته فاساله ان يستغفر لك النبي يقول لعمر لماذا هذا ولي من اولياء الله تبارك وتعالى تقرب الى الله بالطاعات ومنها بر والدتي مع ايمانه بالله تبارك وتعالى فصار مجاب الدعوه فالناس تأتيك تقول ادعوا الله لنا ما في مانع ادعوا الله لهم سبحانه وتعالى فالقصد أن الإنسان الله تبارك وتعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به يوفقك فلا تسمع إلا ما يرضيه يوفقك فلا ترى إلا ما يرضيه يوفقك فلا تعمل بيديك إلا ما يرضيه يوفقك فلا تقدم برجليك إلا إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى يحفظ سمعك وبصرك ويديك ورجليك إذا ماذا تكون؟ تكون عبدا صالحا تكون عبدا تقيا لله تبارك وتعالى يوفق الله تبارك جوارحك كلها جل في علاه فتكون عبدا صالحا مستقيما هكذا وهذا أيضا فضل من الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي إذا في النهاية من الذي هداك حتى هذا الخير لا تمن به على الله لأن الله هو الذي هداك هو الذي وفقك هو الذي سددك هو الذي يسر أمرك سبحانه وتعالى إذن أول شيء يسدد خطاك سبحانه وتعالى ويسدد رأيك ويسدد سمعك ويسدد بصرك يحفظك سبحانه وتعالى في كل حياتك جل في علا ثم زيادة على هذا قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني جميل جدا أن كل ما سألت الله قالك سم تاك جاك هاك يمهنه ما تمنه أبدا يعطيك الله سبحانه والله كريم وليس على الله بعزيز أن يعطيك كان بعض الصحابة يقال عنهم مجابو الدعوة منهم البراء بن مالك كان البراء بن مالك يقول عنه النبي رب أشعث أغبر أشعث أغبر يعني فقير ما لا يعني مكان بين الناس طيب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان البراء إذا سأل الله لا يرده سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه عبد صالح عبد مستقيم لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا أحبك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا أحبوه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض شو اسمك؟ عبد الرحمن طيب صوروا عبد الرحمن وليس هذا على الله في عزيز طيب صوروا عبد الرحمن أحبه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الله يحبكم كلكم وإن الله يحب المؤمنين يحب الذين آمنوا سبحانه وتعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يحبكم الله كلكم طيب فعبد الرحمن الله إذا أحبه سبحانه وتعالى نادى جبريل يا جبريل أنا أحب عبد الرحمن فيحبك جبريل ثم جبريل ينادي ملائكة السماء الله يحب عبد الرحمن أحبوه فيحبون عبد الرحمن ثم يوضع لعبد الرحمن القبول في الأرض عبد الرحمن وعبد العزيز وعلي وعايض ومحمد ويوسف كلكم إن شاء الله تعالى لأن الله تبارك وتعالى يعطي محبته لكثير من عباده سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنهم بذلوا السبب الذي من خلاله يحصلون على محبة الله تبارك وتعالى إذا أحبك الله أحبك الناس وليس بالضرورة كل الناس لأن ما في أحد يحبك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحبه كل الناس لكن المقصود الناس الصالحون يحبك عباد الله الصالحون يوضع لك القبول في الأرض أينما توجهت تجد القبول الناس تحبك تفرح بقدومك وهذه بداية بشارة من الله تبارك وتعالى لك
إذا أحبك الله تبارك وتعالى يسر لك أمورك في حياتك الدنيا، ثم أنالك سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يكرمك في الدنيا ويكرمك أيضا في الآخرة. فلذلك العاقل يسعى إلى أن يحصل محبة الله تبارك وتعالى. أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة السورة. فقال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: أو قد سماني؟ يعني الله ذكر اسمي؟ الله قال لك يا محمد يا رسول الله اقرأها على أبي بن كعب، الله سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، بكى فرحا أن الله سماه، الله اعتنى به سبحانه وتعالى. فما المانع أن يعتني الله بك، أن يسميك، ينادي جبريل يقول: أحب فلانا، فيناديك باسمك سبحانه وتعالى لجبريل، ثم يخبر جبريل اسمك لملائكة السماء، وهكذا فيضع الله لك القبول في الأرض. بقي عندنا: أحببت الله، أحبك الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا: أحب من يحبه الله، وهي المحبة في الله ولله، وهي ما تسمى بالولاء والبراء، أن تحب من يحبه الله، أن تحب من يحبه الله، وهي ما تسمى الحب في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أن تحب إخوانك في الله ولله سبحانه وتعالى، كلما كان لله أقرب زادت محبتك له. لماذا؟ لأن علاقته بالله قوية فتحبه في الله سبحانه وتعالى. هذا الحب في الله، ما في مصلحة دنيوية ولا شيء، وإنما بقدر قربه من الله تكون محبتك له. ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. من يذكرهم؟ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ها إيه، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بقي، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ما فيه رياء ولا سمعة وإنما إخلاص بينه وبين نبي حنا شنو؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. شو اسمك؟ عمار. عماش عبد الله، يعني عماش وعبد الله مثلا، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني عاشوا في هذه الحياة يحبون بعض في الله سبحانه وتعالى، ولما توفاهم الله تبارك وتعالى مات وما زال كل واحد يحب الثاني في الله سبحانه وتعالى، اجتمع عليه وتفرق. جميل جدا أن تحب أخاك في الله سبحانه، لكن مشكلة الحديث في قال رجلان تحابا في الله، أنتوا رجلان ولا شباب ولا شنو أنتوا؟ يصلح عليكم رجلان تمشي؟ إيه تمشي، إيه ليش ما تمشي؟ إيه تصلون أنتوا ولا ما تصلون؟ بس خلاص بالغين عقلاء خلاص مكلفون أنتم، إذا داخلين أنتم في الموضوع. طيب
فإذا تحابوا في الله تبارك وتعالى لعل الله أن يجمعكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن بإذن الله الشيخ راح يسألكم ثلاثة أسئلة، والثلاث أسئلة عليها جوائز، ارفع إيدك الشيخ يختار إذا جاء يسأل. طيب، من يكمل هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله. ارفع إيدك. يلا. ها؟ لا. ارفع إيدك. ها؟ ها؟ فاتبع صح. تعال. طيب. من يكمل الحديث؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يلا أنت. رجلان تحابا في الله اجتمع يتفرق عليه. نبي سبعة. أنت من أول واحدة مغرز. ها آه. نبي سبعة. من يذكر سبعة كاملة. إمام عادل. قل أربعة مشيها لك. يلا إمام عادل. رجل دعت مرة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إيه يجوز تغشش بالمسجد. ها ماكو شيء. يلا قول سبعة يظلهم الله في ظل النبي. أربعة رجلان تحابا في الله. رجل قلبه معلق في المساجد. إمام عادل. يلا بقيت واحدة. اصبر شوي. بجاوب قبل العصر بجاوب إن شاء الله. ذات مرة ذات منصب وجمال. تفضل. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته من يكمل؟ آخر واحد هناك. آخر واحد إيه اللي وراك. يلا قول. فإذا أحببته كنت ها من أول. ها اللي ورا هناك. إيه ها ها لحظة خلينا نشوف. يلا أنت. فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. بقيت واحدة. ورجله. تعال كل واحد. كل واحد مكانه يا شباب. كل واحد مكانه. نشكر الشيخ على ما قدم ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.